Ce n'hai detto? Ce n'hai detto. Beh, لما طلعنا من عفرين كأي حدا غادر جغرافية وطنه، ولكن هو وطنه ما غادرت روحه. فترة شهر شهرين ولنقل ثلاثة أشهر يمكن الإنسان كان بحوار مع ذاته. المسيرة هون بتنتهي، الحياة هون بتنتهي، الوطن قد ايه بعيد وقد ايه قريب، يعني عدة أسئلة بتسألي فيها نفسك. كإنسان أولا، ككردية ثانيا، كعفرينية ثالثا، كمثقفين رابعا، في بداخلك دائما صراع إنه لا، هذا هي معركة وجود، خاصة نحن الشعب الكردي. يعني حياتنا منذ القدم هي معركة وجود، انه يعني بعراكنا مع الحياه. فكنا مجموعه رفاقات، مجموعه مثقفين، عرضوا علي انه انا انضم لهي المجموعه، انه نرجع نعيد زرع الحياه من جديد. طبعا انت هون بتوصلي للجواب اللي انت عم بتدوري عليه. الجواب انه فعلا الحياة هي معركة وجود، تكون أو لا تكون، مو حرب سهلة. يعني تاخذ سنوات، وممكن تاخذ عقود من السنين، وممكن تاخذ قرون، مثل ما اللي عم بيصير مع الشعب الكردي. نحن عقود وسنوات وقرون بعراك مع الحياة وما استسلمنا. بلشنا بهالمكتبة هي، كانت خيمة، صارت ثلاث خيام ومكتبة. بلشنا بهالمكتبة نجمع الكتب من تحت الأنقاض، نشيل الحجار من عليها، ننفض غبارة. على قد ما ننفض غبارة عم ننفض غبار الوجع والألم اللي عم نعيشه يوميا، ونحن خارج جغرافيا هي جغرافيتنا، هي جغرافتك أنت، العلاقة ما بينك وما بين الوطن. بلشنا نجمع هالكتب، جينا رتبناها، وكبر المشروع من مجموعة كتب للمكتب اللي انت شايفتيها خلفي. من بداية الافتتاح كان هدفنا انه العلاقة اللي يمكن صار فيها فتور وبرود لدرجة احيانا الانقطاع ما بين شعبنا الكردي والكتاب. يعني انا ما يمكن انت توافقيني، ما بعرف، انه نحن فتره مرينا فيها نحن الشعب الكردي، وخاصه بمنطقه يعني المنطقه اللي عاشتها سوريا بالحرب، انقطعنا عن الكتاب. فنحن كان هدفنا الاساسي اولا اعاده الثقه ما بين القارئ الكردي والكتاب، وخاصه الفئه الشابه اللي بلشت تتوافد على هالمكتبه هي. ومن خلينا نقول من الاسابيع الاولى، لا يعني صار في عنا بدايه بزوغ امل، يعني شروق امل بانه لا، لسه فينا نوطد العلاقه ما بين الكتاب والقارئ، وخاصه القارئ الشاب. وبلشت انا ورفقاتي اللي بيجي بيقرا الكتاب على شكل ملخصات، نطلب منهم نقاشات هيك بسيطه. تحولت بعدها لدورة دراسات قمنا فيها لمجموعة من الشباب والشابات، يعني من يعني عددهم حوالي 10، بحيث انه كيف يقدروا يبحثوا عن الحقيقة، يبحثوا عن المشكلة وحل المشكلة. كنساء نحن هون كمفهوم المرأة اللي كلنا بنعرفه، المرأة هي الخصوبة، هي الحياة، هي الولادة. كمان نحن هذا الموضوع كمثقفات كان من واجبنا نقوم فيه. يعني هون انت بتلاقي شابات من النساء الشابة، في عنا مشروع اللي واقفة على المكتبة هي امرأة شابة واقفة على المكتبة، وتوافدت النساء. ورح اقول لك نسبة النساء اللي بيجوا بيستعيروا من المكتبة بيقرأوا نسبة منيحة،
يعني عمليا فيك تقولي انه بالمية، خلينا نقول 40%، يعني نسبة منيحة. انت بظرف نزوح، بظرف نزوح، بظرف عدم استقرار امني، عدم استقرار عائلي، وانت بتعرفي النزوح شو بيخلقه من الشتات. عن طريق المكتبة جتنا فكرة انه مع العضوات اللي عنا، يعني احنا عنا تقريبا بما يقارب 10 إلى 11 عضوة امرأة عنا بالاتحاد، في من ضمن الاختصاصيات، في عنا ارشاد اجتماعي، في عنا حتى الحقوقية، في عنا كلية التربية. نحن من خلال هدول والمرأة الشابة اللي ببداية دراستها للمرحلة الجامعية، في عنا دورات توعية صحية قمنا فيها كمحاضرات. بالنسبة لشغلنا كمثقفات بهالمرحلة هاي، نحن قدرنا نتعاون مع بعض انه المرأة كانوا مثل ما قلت لك انه هي العطاء، انه يعني نحن هذا مشروعنا نبلش فيه ونكمله. قبل فترة كورونا كانت في جلسات حوارية ضمن المخيم بالتعاون مع هيئة مع اتحاد كونغرستار، جلسات حوارية مع المرأة، يعني تقريبا أسبوعيا جلسة دامت لمدة شهرين، نترك المرأة هي اللي تحكي، تحكي تبوح بوجعها. من ضمنها طلع معنا حالات نفسية، علاج نفسي من ضغط النزوح، من ضغط المشاكل اللي بتخلفها الحروب والنزوح. كان عنا 2 إلى 3 حالات علاجية. كان في مشاكل مادية بالتعاون مع المجلس مع اتحاد كونغرستار، تم يعني تلافي هالمواضيع. في منهم كان عندهم وقت فراغ، خاصة يعني انه الازواج بيكونوا خارج العمل والاطفال بالمدرسة، عنده يعني انت ضمن خيمة، يعني وين حدود خروجك وطلعتك من البيت. فكمان بالتعاون والنقاش مع مجلس المخيم صار في ورشة هون، تم ورشة أشغال يدوية، كمان جزء من النساء اللي كنا نناقشهم اشتغلوا بهالورشة هاي. طبعا الشغل ما بينتهي، بتضلي انت دايما بتبحثي 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 انه انا قدي فيني شيء يعني خفف عن وجع الآخرين. من ضمن كمان النقاشات اللي نحن كمثقفات بين بعض، رح نكمل مشوار المحاضرات التوعية الاجتماعية حول تنظيم الأسرة وحول التعامل مع الطفل وتربية الطفل بالطفولة المبكرة والمتأخرة. كمان المحاضرات طبعا هي محاضرات، هي رح تكون كل 15 يوم، توعية اجتماعية وتوعية صحية للمرأة كمان من حيث اهتمامها بنفسها صحيا وبعائلتها، هي كمان كل 15 يوم. رح يكون في عنا كمان بالتعاون كمان مع اختصاصية إرشاد نفسي الفئة الشابة، خاصة طلبة المدارس ما بين 14 و17 سنة. يعني المواهب فيني أقول لك أنه حتى أنه الرسم لما بيكون عنا مشروع هون كتاب، خاصة في عنا كتاب هو تعليمي قصص ومسائل حسابية باللغة الكردية، وخاصة نحن عم نحاول بمشروع الكتب نركز على اللغة الكردية اللي هي لغتنا الأم، أنه من حيث الكتب الأدبية والتعليمية نركز أن يكون قسم منيح باللغة الكردية، من ضمنها كيف تحافظ على صحتك باللغة الكردية، وأيضا قصص ومسائل حسابية موجهة للأطفال عم بتكون مرفقة بالرسومات، ومن اللي عم برسم الرسومات هي مواهب شابة. من ضمنهم 2 من النساء الشابات هن اللي قاموا برسم هالرسوم هاي. يعني بدي لك بالمجمل هالمواهب الشابة هي موجودة بكل مكان، في عندك مواهب هي يعني حرام يتم عدم الاكتراث فيها،